السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناتي وقناتكم قناة بوجينية زين. اليوم عندنا وصفة ديال الغسول بالأعشاب. بسم الله على بركة الله. عندنا هنايا الزعتر، الزعتر معروف بالفوائد ديالو، بالنعومة ديالو للشعر، يغذي الشعر وكيقويه وفعال وزوين وريحته زوينة. عندي هنا العرعار، العرعار مزيان للشعر كيغذيه وكيقويه، وبارد كيطيح الصهد في الحرارة، كيطيح الصهد اللي عنده الصهد في الراس ديالو، تجي ديك الفيضة وديك السخونية تجي ديك الفيضة ديال الراس. هاد العرعار راه زوين للشعر، راه كيطيح الصهد، راه فعال ومغذي وما كيخليش الشعر يطيح وما كيخليش الشعر يتساقط، وكيقوي الجلدة من جذوره الى لاطرافه. هذه السالمية زينة للشعر، كتغذي الشعر وكتقويه وكترطبه، وفيها ريحة زوينة وفيها الفيتامينات ديال الشعر، راها مزيانة وفعالة وممتازة ومخيرة. عندنا هنايا الريحان، الريحان حتى هو زين للشعر، كيقويه وكيغذيه ومزيان كيقوي الزغبة، ما كيخليش يتساقط. هاد المواد كلها راهم مزيانين للشعر وراهم مجربة. يعني انا كان الشعر ديالي كيطيح كيتساقط ما عرفش مناش، حتى تبعت هاد الوصفة ودرت عليها تقريبا شي ثلاثة الاشكال. النص درته سقيت به الغسول، والنص كنرش به، والنص خلطته مع زيت العود. يعني استخدمته في ثلاثة الاشكال. ودابا انا غنوريكم دابا غير الوصفة ديال الغسول مع الاعشاب. هذا الريحان مزيان للشعر، مغذي ومقوي. هذا الحلحال، الحلحال حتى هو زين للشعر، كيقويه وكيغذيه وكيكبره وكيطول الشعر. هذا الحلحال هذا حتى هو راه في التجريب، تنخلطو تنخلطو مع الحنة، مع زيت العود، مع زيت الزيتون. ودابا انايا طبختو مع الاعشاب في هذا الاناء، وغادي نسقي به ان شاء الله الغسول. هذا القرنفل، قرنفل معروف هو بالفائده ديالو، معروف كيغذي الشعر وكيقويه وفيه ريحه زوينه، تيخلي ريحه زوينه في الشعر، ومزيان وكيعالج التساقط وكيعالج الزغبه وكيقويها وكيصححها، ما يخليهاش تتكسر. وزين حتى الاسنان، وزين الجلده ديال الشعر وكيقويه. هذه الخزامه، الخزامه معروفه مزيانه للشعر، كتقوي وكتطوله وكتحافظ عليه من البرد ومن التكسر، وكتغذي الجلده ديال الشعر. يعني مقويه جدا. هاد الخزامه مقويه للشعر. هذا البابونج، البابونج معروف ضد الأكسدة، كيقوي كينشط الدورة الدموية، مزيان للأعصاب، مزيان للأعصاب، كيهدي الأعصاب، كيقوي الشعر، كيقوي الزغبة. حتى هو راه بالتجريب، تخدميه لأي حاجة، يا مع الحنة يا مع الزيت الزيتون. ودابا حنايا غادي نخدمو إن شاء الله في الغسول، غنغدو به الغسول إن شاء الله. عندي هنايا الورد البلدي، الورد البلدي معروف باللون ديالو،
اللون ديالو داكن بحال لون دم الغزال، والورقه ديالو كتكون صغيره. هذا هو الورد البلدي. والورد الرومي كيكون اللون ديالو وردي والورده ديالو كبيره، هذاك هو الورد الرومي. هنا احنا عندنا الورد البلدي، هذا هو باش كيتعرف وكيتميز مع الورد الرومي. هذا هو الورد البلدي، زين للشعر، زين لعدة فوائد كثيره، و تيخدم لكل شيء، البهارات، الطياب، لكل شيء، الشريب كيستعملوه الناس في كل شيء، ومجرب ومجرباه هنايا في كل شيء. حتى مزيان، حتى اللي كان شي واحد عنده القبض، يعني الكرش ديالو مقبوطه، كياخذ 4 أو 5 ديال الحبات من هادو في كاس ديال الماء سخون ويشربوا على الريق، كيطلق الكرش، يعني ضد القبض. هذه من جهه، ومن جهه اخرى هو مزيان للشعر، كيقويه وكيكبر وكيطول، يعني الصغبه كيطولها، وكيلمع الشعر وكيمنعه من التساقط. هذا حب الرشاد، حب الرشاد مزيان، زين فيه الزيوت، هذوك الزيوت اللي فيه اللي تيطلق تيرطب الشعر وتيقويه ومغذي ومنشط، ومزيان للشعر، مزيان يرطبو، بالاخص الشعر اللي تيكون جاف، تيليق الشعر اللي تيكون جاف، حيت هو فيه الزيوت، ملي كتعمل في الماء تيطلق واحد الخيوط، هذوك الخيوط اللي تيطلق هما اللي تيرطبو الشعر وتيجبدوها للطوال. وفيه فوائد متعددة، مزيان كيقوي العظام، كيقوي الاسنان، وكيقوي حتى الشعر. هذه زريعه الكتان، زريعه الكتان غنيه بالدهون وغنيه على التعريف، يعني زينه للشعر بزاف، ومزيانه لعده اشياء، الجميل، التغذيه، كطيح الدهون، وهي مزيانه للشعر، كترطب الشعر، كتطلق واحد الماده، هذيك الماده هي اللي كترطب الشعر وتطلق الزغبه، مزيانه مغذيه للشعر بالدهون ديالها وبفوائدها العديده. راها مزيانه بزاف هذه زريعه الكتان، راها زينه للشعر بزاف، ماشي شويه، راه حنا مجربين هاد الاعشاب كلهم، راني مجربه، تبارك الله ما شاء الله كي كيردوا الشعر. هذا النافع، نافع البلدي معروف، نافع البلدي كيتنفع به الشعر، تنفع به الجلده ديال الشعر، مزيان هذا الشعر النافع البلدي، كيغذي وكيقوي وكيمنعه من التكسر ومن التساقط، وكيخلف الشعر. ونصيحه البنات والاخواتي، الا بغاو يغسلوا الشعر ديالهم ما يغسلوش بالماء سخون، الماء سخون راه تيطيح الشعر. وحنا عندنا هنايا الغاسول اللي غادي نسقوا به، ان شاء الله غنسقوا به هاد الاعشاب اللي انا طبخت، راه ماشي طبختهم، راه غير طلعت الغليه شويه وكنطفي عليه، حيت الاعشاب الا تغلاو ما كيتبقاش فيهم واحد الماده، يعني ما بقاو نافعين لنا والو، غير كطلع الغليه صافي وكنطفي عليه. هذا راه ليله كامله طبخته البارح، يعني طلعت فيه غير الغليه، ماشي طبخته، غير طلعت فيه الغليه باش يبقى محافظ على الريحه، ديك الريحه الزوينه اللي كتكون في الورد وفي القرنفل وفي الخزام وفي الريحان والحلحل والنافع، يعني كتبقى ديك الريحه كتبقى شاده. الا طبخناه كطلع هذيك الريحه، كطلع مع البخار، وما كتبقاش فيه المنفعه. هذاك الشيء علاش انايا غير كطلع الغليه كنبقى واقفه عليه، غير كطلع الغليه وكنطفي عليه وكنخليه ليله كامله باش يطلق لينا هذاك المفعول.
المواد كلها كتطلق لينا في هذا الماء. وها هو ها هو فينا هو وهذا هو الغاسل. هذا هو الغاسل. بسم الله على بركة الله غادي نسقو به الغاسل. صدقوني هذه الوصفة راها زوينة مع الشامبوانات اللي فيهم المواد الحافظة راها تطيح تطيح الشعر. وقوة الشامبوانات والتخلاط هو اللي تيخرج على الشعر. ولكن هذه الوصفة هذه بالاعشاب يعني الغاسول بالاعشاب راه زين وصحي. وركوا عليه بحال هكا باش هذاك الماء كله اللي في الاعشاب يشربهم الغاسول. دابا هذا غنبقى عندنا ما نديرو به، غادي نرموه وها هي وها هي الوصفة ديالنا ان شاء الله. انا غادي اسمحوا لي غادي نمشي نجيب الطاولة اللي انايا خاصية الطاولة اللي انايا غادي نعمل فيها الغاسول ديالنا. غادي نشد هاد الطاوه هادي وندير فيها هو تفرتت لينا دغيا دغيا تفرتت لينا هانت الغسول ديال العبار ماشي ديال البكيه الغسول ديال العبار. ها هو تفرتت لينا شوفوا شرب لينا هاد الماء كله. غادي نديروه في الطاوه وما غاديش نحطوه في الشمس غنحطوه في الظل يعني يكرم لينا في الظل. اي حاجه بغيتوا تعملوها عملوها في الظل، اما الشمس راه صافي تتحيد ليه الجهد ديالها. وهاد هاد الوصفه هادي راها زينه انا مجرباها راها زينه للشعر كتنعم الشعر وكتنعم كتمنعو من التساقط ما يبقاش يطيح وتيطوال الشعر. لان هاد الغاسول هذا غالي بهاد المواد هادي هاد المواد ديال الاعشاب تبارك الله ما شاء الله. هو تزاد كان عشويه مني كبيت عليه تبارك الله تزيد سبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله العظيم تبارك الله ما شاء الله اللهم بارك. هذا راه غير سكيلو شو تبارك الله شحال خرج ليا. ايوا غادي نشدو هاد الطاوة هادي غادي نديروها في الظل وغادي كل صباح نديرو لها بحال هكايا نحركوها فيما تفكرناها نحركوها باش باش تنشف كامله من الفوق ومن التحت. وملي نبغيو ان شاء الله نمشيو للحمام او لا نغسلو شعرنا في الدار غادي نهزو غير قد هكا غير قد هكا غير قد هكا. هذا هو القدر اللي غادي يغسل لينا الشعر ديالنا. وغادي نشدو ونديرو في طويصه نكبو عليه مويه هي بارده هي دافيه ماشي مشكل اللي حتى يذوب وغادي يولي لينا بحال هكا بحال هكا غادي يذوب غيولي لينا بحال هكا. راه واخا يكرم راه ملي غتكبو عليه الماء راه غادي يذوب. وغادي هادي راها كافيه للشعر واخا طويل واخا قصير. وغادي نديرو للشعر ديالنا ونخليوه حتى ربع ساعه في الشعر بين ما حكينا وغسلنا اللحم ديالنا اللي نهبطوا الشعر ديالنا نغسلوه نهبطوه غير بالماء ما نديرو لا شامبو لا والو غير هذا راه هو فيه كل شيء. ونتمنى ان شاء الله تنجح معكم هاد الوصفه ان شاء الله وتستافدوا منها البنات الشابات اللي باقين ما عارفينش هاد الوصفه. اما العيالات تبارك الله راهم عارفينها نتمنى ان شاء الله تستافدوا منها نيات ونحافظوا على الشعر ديالهم ونحافظوا على الشباب ديالهم. ونتمنى لكم ان شاء الله الصحه والعافيه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته والى فيديو جديد ان شاء الله.